قامت وزارة المواصلات والاتصالات بتدشين نظام إحاطة الطيران، وذلك في إطار جهودها في تحسين مستوى جودة خدماتها وتماشياً مع الجهود الرامية نحو التحول الرقمي وضمن خطة تطوير خدمات الأرصاد الجوية بمملكة البحرين. هذا وسيعمل هذا النظام الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي على توفير الوقت والجهد والتكلفة لسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالطقس لعملية الطيران، إذ سيتمكن مستخدمو النظام من الطيارين ومراكز العمليات التابعة لشركات الطيران من الولوج إلى النظام من أي مكان وفي كل وقت، والاطلاع على معلومات الطقس الخاصة بكل رحلة جوية التي تشمل حالة الطقس الحالية في مطار البحرين الدولي وحالة الطقس على خط مسار الرحلة حتى وصولها لوجهتها النهائية، بالإضافة إلى التحذيرات الجوية إن وجدت ومناطق تشكل المطبات الهوائية وصور الأقمار الاصطناعية التي توضح أماكن تواجد الغيوم الركامية. النظام اللي احنا دشناه اليوم نظام جديد، طبعا هو الفريد من نوعه أو أول نظام يتم تدشينه في دول مجلس التعاون. النظام هذا يهدف إلى تطوير وتحديث وتحويل إلى النظام الرقمي من الأنظمة التقليدية اللي راح توفر الجهد والوقت، وايضا راح تقلل من الاخطاء البشريه وتساعد على سهوله الوصول الى المعلومات اللي يحتاجها الطيارين.